قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. لو سئلت يا عبد الله من قبل الله: يا عبدي لما فعلت كذا، لما ارتكبت كذا، لما تعديت في كذا، لما تركت كذا من الحق، لما ماذا ستقول، ماذا ستقول لجبار السماوات والأرض، للذي يعلم ما توسوس به نفسك وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ ألم تسمع أن الله يقول، أن الله يقول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كيف المطر وكيف الخلاء أم يحسبون؟ يقول الله في كتابه الكريم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم: ما للظالمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. إذا قضى الله، إذا قضى الله بقضائه الحق وحكمه العدل علينا بذنوبنا، كيف سيكون حالنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى؟ فيا عباد الله، راقبوا الله واتقوا الله، وقفوا عند حدود الله، فتشوا عن ذنوبكم وتوبوا إلى ربكم قبل زوال الأقدام، قبل زوال الأقدام، وقبل الانتقال من هذه الدار إلى دار الآخرة، إلى دار الآخرة، إلى دار ما معك إلا ما قدمت يداك، ما معك إلا ما قدمت يداك. إنك اليوم في فرصة وفي ساعة أن تتوب، أن تتوب وأن تعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام في يوم مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. فيا عبد الله، إذا كانت الغصة بسبب التطفيف في المكيال والميزان، فكيف إذا كثرت الذنوب وتجمعت المعاصي وكثر الغش وعظم الخداع؟